اخونا واش شدوا ولا سدات كلشي قاوي التيران هاد الجوامع اش وقع ناري اسدوهم باش ما تنتشرش كورونا اوديش من كورونا احنا راه المغاربه كتشد فينا غير العين اما كورونا والو والله ما عندها ما تصور منا بالعكس اخونا من نهار بدات كورونا تقات بها اكثر من 180 الف واحد في العالم والعدد غادي وكيزيد واغلب الدول اللي عندهم العدد ديال المصابين كانوا المواطنين ديالهم كيفكروا بهاد العقليه ديالك ما مسوقينش للفيروس وكيقولوا ما عند كورونا ما تصور منا وداك الشيء غير هضره خاويه طاليان مثلا هذه 15 يوم كانت فيها 270 حاله وكانوا المواطنين ديالهم عايشين نورمال كيمشيو للسوق يريحوا في قهاوي السينمات يسلموا على بعضياتهم يتعانوا وديما كيقولوا هانياتون وما حدهم كيقولوا هانياتون والعدد كيطلع مع عقب راسهم يا الحبيب تلقاو 24 الف والزياده اللي فيها كورونا واكثر من 2000 واحد اللي مات وزيد عليهم دول اخرين والمخير اللي طلع عندهم العدد ديال المرضى كانوا كيستهنوا بالتوجيهات والقرارات ديال الدوله ووزاره الصحه ديالهم تلقاو راسهم واحلين وكثر عليهم الشغل ايوا دابا حنا شنو خصنا نديرو ها الحل عندنا سهل وفي يدينا حنا المواطنين ما حد المرض باقي في البديه ديالو خصنا نطيحو كوارينا وبارك عليهم ديك صحيه الراس وننفذوا داكشي اللي كتقول لنا الدوله ووزاره الصحه مزيانه اولا بقى في دارك وما تخرجش الا ما عندك ما يدار قرا كتاب تفرج تكونيكطا طيب مع مرتك الغداء دير اي حاجه المهم ريح شويه في الدار ولادك قريهم في الدار وما تطلقهمش يلعبوا في الزناقي حيت الا طلقتيهم يلعبوا في الزناقي غيجيبوا لك شي فيروس امبورتي هذاك الشيء ديال السلام والتعناق وكيدير الحاجه والوالده وداك الشيء نساه شويه حيت الا ما سلمتيش ماشي غتموت ولكن الا سلمتي راه تقدر تموت ولا يقدر يموت الاخر اللي سلمتي عليه وداك الشيء ديال المضاربه على الطحين والزيت وبابيجينيك وسنيده بلاش منه حيت الخير موجود في المغرب والمصانع اللي كيصنعوا هذا الشيء راه ما واقفينش باش نقولوا منا شهر غتقطع الماكله ولا منا سيمانه وحاجه اخرى هذوك الاوديوات وداك التصاور اللي كيجيوك في الواتساب هذاك الشيء كله كذب الاخبار الصحيحه تبعها من المصادر ديالها من الناس اللي كيقولوا الحقيقه ماشي اللي صيفط لك شي حاجه تقول هذا هو الاخبار الصحيحه وتبدا غير تبارطاجي وتصيفط وهذا الشيء يا استاذ راه دايره الدوله باش ما نوليوش طايح اكثر من نايض حيت الا وصلنا لديك المرحله والله الحبيب ما يلقاو ما يجمعوا فينا فهمتيني ولا لا